دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو إني كنت أتمنى إن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي. Thank you.
تاني 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 هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني 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 هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني 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 هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب ويغيب القمر ونعيش السهر وقهرات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهرات الألم في ليالي الندم يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهر خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا ليل اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليلي اه يا ليلي اه يا ليلي يا حضن السهر خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا ليل يا ليل يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا حضن السهر
خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا جديد. وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة. 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 وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى. وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى.